على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد هو النور يهدي العائنين ضياؤه ظل المرسلين لواؤه صلى الله عليه تلقى من الغيب المجرد حكمة في الخافقين سمعه صلى الله عليه آيا نازحا عني ومسكنه الحشا أيا نازحا عني ومسكنه الحشا أجب من أجيب من تولاه الهوافيك وامضي في فؤادي أجيب من وامضي في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه صلى الله عليه مرض طوفك فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاه صلى الله عليه إذا علم العشاق دائي فكله فإنه
ما
بيرو